السيد رئيس الحكومة بأن الإخراج هذا القرار تواصليا كان متفق بشيعا. متفق معك. التوقيت سيء. لا ماشي التوقيت لي سيء، ما كانش إعداد لي. أنا متفق. هذا الغلط ارتكبناه دابا كنعالجوه. دابا كنعالجوه يعني، ولكن يعني أنا أقول يعني الحصان العربة أمام الحصان، لأنه مثلا قطاع التعليم الآن اجتماعات متوالية وتغييرات مثلا يعني ارتباك وارتجالية واضحة. لا لا ما كاينش ارتباك في قطاع التعليم، لأن ما كاينش تغييرات كبيرة لا في استعمالات الزمان ولا اسمه. فهمتني كاين تعليم تغييرات هو أكبر سلبية هي الأطفال، هذوك وليداتنا باش يخرجوا في الضوء ما يخرجوش في الظلام. وهي بالمناسبة عندنا 4.5 مليون تقريبا ديال الأطفال في الابتدائي، فلذلك مراعاة لهم أخرنا هذيك ساعة، فهمتني؟ والتشاورات الآن قدينا الزمن المدرسي كيف سيتم داخل المدارس، هادشي تقريبا غيدار. والحمد لله أنه وجد هذه العطلة، لأن احنا فجت العطلة قلنا إذا مزيان هذه مناسبة غناخذوا هذه العطلة هذه غيتم فيها الإعداد وندخلوا، إذا هناك إعداد معين.